عندنا طبعا من اللعيبه التوانسه اللي مثلوا النادي الاهلي وعملوا انجازات مع النادي الاهلي واخرهم علي معلول، عندنا واحد من ابرز اللاعبين اللي لعبوا للنادي الاهلي انيس بوجلبان. تعالوا نروح نشوف انيس بوجلبان في لقاء قال ايه لقناه الاهلي ونرجع لحضراتكم مره اخرى. بجد التحية لك من جديد يا كابتن ايمن شوقي، طبعا كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، يا رب ان شاء الله النادي الاهلي زي ما اكدنا وقلنا يكون موفق النهارده، يكون في الميعاد ويكون التوفيق معاه ويقدر النادي الاهلي ان شاء الله بالروح الكبيره والشخصيه المعروفه عن فريق النادي الاهلي يحقق الشوط الاول ولكل حدث حديث في الشوط الثاني. لكن الحقيقه الكل سعيد هنا وعلى المستوى الشخصي سعيد جدا الحقيقه، لان يمكن في لقطه معتاده طبعا على واحد من نجوم ويمكن كل جمهور النادي الاهلي بيعشقه الكابتن انيس بوجلبان اللي يمكن اصر على اللي يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي في هذه اللحظات قبل التحرك. كابتن انيس سعداء بوجودك معانا، ويعني بنكون سعداء وجمهور النادي الاهلي الحقيقه يعني بيعشق الكابتن انيس على روحه الكبيره وعلى مساندته الكبيره للنادي الاهلي. شايف الجيم ازاي؟ الاجواء التونسيه، الاتحاد المنستيري، طمن كل جمهور النادي الاهلي على الحال. اول حاجه طبعا تحياتي لكل مشاهدي وجماهير النادي الاهلي عبر قناه النادي الاهلي. اقل حاجه انه نكون موجود باش نسلم على النادي الاهلي، لانه النادي الاهلي يعني مرحله كبيره في حياتي، واي حد يعدي بالنادي الاهلي ديما يحس وكانه ابن من ابناء النادي الاهلي. جيت وسلمت على الناس اللي موجوده هنا، اكيد البعثة النادي الاهلي، وطمنت على الناس كله. الحمد لله انه الاجواء طيبه في النادي الاهلي، الاقامه مميزه، كل الظروف كانت متاحه ان شاء الله باش النادي الاهلي ان شاء الله يقدم مباراه مميزه. مباراه مع الاتحاد المنستيري، اكيد انه الاتحاد المنستيري ممكن اسم مش معروف كثير في مصر، لكن فريق في السنوات الاخيره قاعد يقدم في كوره ممتازه في تونس. السنه اللي فاتت كان قريب جدا حتى من الحصول على الدوري، قبل سنتين كان هو صاحب كاس تونس. يعني فريق صحيح قاعد يقدم في مباريات كبيره وقاعد يقرب للفرق الكبيره نتاع تونس المعتاده في مصر، اكيد الترجي والافريقي والنادي الصفاقسي والنجم الساهلي هم الاسماء المعروفه في مصر، لكن اليوم الاتحاد المنستيري ولا رقم في تونس. لذلك علاش نعتقد انه من اصعب مباريات الدور 32 هذه بين النادي الاهلي والاتحاد المنستيري. الترشح يتلعب على 2 مباريات. النادي الاهلي عنده خبره الافريقيه، متعود على المباريات هذوما، واعتقد انه الناس كل تستنى في نسخه جديده نتاع النادي الاهلي. نتمنى التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله يعني النادي الاهلي مش يرجع، لكن نكون انه يقعد ديما على قمه افريقيا ان شاء الله. لازم استفيد بخبرتك الكبيره، قياده فنيه جديده لمستر مارسيل كولر، وانطلاقه كمان للنادي الاهلي في البطوله الافريقيه، شقين صعبين شويه. يعني بخبرتك الكبيره يا كابتن انيس، كيف ترى التعامل مع المدير الفني في البدايه مع فريق مميز جدا وايضا كمان انطلاقه النادي الاهلي؟ المدرب يعني بصراحه يعني السيفي بتاعه هو اللي يتكلم عليه، الاصداء على الاقل هنا كلها مباشره انه مدير فني على اعلى مستوى. مباراه الاولى ديما مهمه جدا ان شاء الله، اليوم يعني يقدم التيم فريق مباراه مميزه يطمن بها جماهير نادي الاهلي اللي اكيد مش متعوده باللي صار السنه اللي فاتت. الاهلي متعود انه ديما ينافس ومتعود ديما يتحصل على الالقاب، لكن نتصور انه فما ارتياح على العمل المدرب، فما ارتياح لل يعني التجاوب بين اللاعبين والمدرب. ان شاء الله يعني كولر يحقق الهدف اللي جاء من اجله، هو اللي متعودين عليه في النادي الاهلي انه ديما ينافس على الالقاب الافريقيه. بارك الله فيك، شكرا كل الشكر والتقدير الحقيقه لنجم النجوم طبعا الكابتن انيس بوجلبان، اللي يمكن الكل سعيد الحقيقه يعني ملامسته وطاعته للفريق النادي الاهلي، حديثه مع الكابتن سيد عبد الحفيظ الحقيقه بيكون ليه مردود كبير جدا، بنعتبره ابن من ابناء النادي الاهلي الحقيقه الكابتن انيس. يا رب ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكون موفق. خلاص يعني نقدر نقول لحظات بسيطه جدا بقى تفصلنا عن المباراه، دعوات كل جمهور النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله تكون البدايه هنا من تونس بثلاث نقاط مهمين كالعاده في مشوار النادي الاهلي في البطوله الافريقيه. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد، ودي عادة النادي الاهلي.